الحمد لله، الحمد لله مصرف الأيام والشهور، ومجري الأعوام والدهور. نحمده سبحانه وتعالى كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله، وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، نستقبل في هذه الأيام عاماً هجرياً جديداً، فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن تعم فيه الخيرات والبركات على الأمة الإسلامية أجمع. أيها المسلمون، لقد اهتم المسلمون بالهجرة النبوية عبر تاريخهم، وأجمعوا على اختيارها حدثاً عظيماً يؤرخون فيه، لكونها محطة فارقة وعلامة بارزة حملت رسالة الإسلام بحقيقته الناصعة ومبادئه السمحة وكلمته الهادئة وصورته الحضارية إلى الإنسانية كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، فبهجرة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت فضائل الدين وعمت محاسن الإسلام التي أولت الإنسان عظيم العناية وكريم السعادة في حياته كلها. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله المدينة المنورة ثوابت الدين، وأوضح للناس أهم المفاهيم، فبين لهم أن الإسلام دولة رسالة أمن وعطاء، وعطاء وإنعام، وصلة ووئام، وصلاة وقيام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله. فخرجت في من خرج، فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. يا له من خطاب نبوي كريم، جاء بالسلام في وقت أحوج ما يكون الناس إليه، فبالسلام تسود المحبة بين الناس، ويأمن الناس على أموالهم وأعراضهم، ويتحقق التسامح والتعايش بين المسلمين وغيرهم، فيغدو المجتمع متماسك البنيان، متألفاً بعيداً عن التفرق والتحزبات الموصلة إلى الخراب والشتات. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. وهذا غاية ما يرجوه الناس في مجتمعاتهم اليوم، وقد جاءت الهجرة النبوية محققةً كل ذلك بما يرتقي بالإنسان. فقد جمع الله عز وجل على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كلمة الأوس والخزرج،
فحقن دماءهم ووحد أمرهم وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى امتدحهم الله تعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الموحدون، إن من أعظم مبادئ الإسلام التي عمت وانتشرت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالعلم، فقد جاءت الهجرة النبوية مركزة على العلم والتعليم عملاً بأول ما نزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذا الأمر الإلهي السامي والوحي الرباني الهادي بلغ المسلمون من العلم مبلغاً عظيماً، وتصدروا ريادة الحضارة الإنسانية قروناً كثيرة، فبرز منهم أئمة أعلام في علوم الشريعة والأحكام كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم، كما أبدع منهم في علوم الدنيا ابن سينا في الطب والبيروني في الرياضيات وابن بطوطة في الجغرافيا وجابر بن حيان في الكيمياء وابن خلدون في علم التاريخ والاجتماع وعباس بن فرناس في علم الطيران وغيرهم كثير مما كان له الأثر في خدمة العلم والإنسانية. عباد الله، ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بأفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم ومنازلهم، فأولى ضعفاء المجتمع منهم اهتماماً بالغاً، ورغب في رعايتهم، وأمر بالإحسان إليهم، وجعل البر في النظر إلى مصالحهم، امتثالاً لقول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فأكد على وجوب البر بالوالدين، وحض على رعاية الأيتام والمساكين، وحسن التعامل مع الجيران دون تمييز الجنس أو الدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وكل ذلك مطلب إنساني ومظهر حضاري دعا إليه الإسلام في نصوصه، ووجه الناس إلى العناية به والنهوض بوسائله لبلوغ غايته ومقاصده. ولقد كان للمرأة في ذلك أوفر الحظ والنصيب، فأخذت حقوقها بعد أن كانت مسلوبة الحياة والإرادة. لا يسر والدها إذا بشر بها، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فنزل القرآن الكريم يؤكد حقيقتها وحقها في الحياة، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لتتذكر المرأة هذا على الدوام، ويعرف الناس جميعاً كيف كانت وكيف صارت بنعمة الإسلام، وها هي بعد الهجرة النبوية وانتشار هدي الإسلام يخصص لها النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتاً من نفسه لتعليمها
ليرفع من قدرها حتى تصبح قادرة على ممارسة حياتها والقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها. وها هي اليوم تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في بناء وطنها ورفعة مجتمعها. ولقد تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك الخير في 10 سنوات عاشها في المدينة. أجل، إنها 10 سنين ولكنها غيرت مجرى التاريخ. فلنأخذ العبرة والعظة بأن الإنجازات لا تقاس بالأعوام والسنوات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يعيننا على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. أيها الموحدون، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وقف على أطراف مكة ينظر إليها مناجيا يقول: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إنه شعور بالحنين إلى الوطن الذي لبث فيه النبي صلى الله عليه وسلم 53 عاما، فقد ولد على ترابه وعاش في أكنافه طفلا صغيرا وشابا يافعا ورجلا كبيرا يغادرها وحبها لا يغادره، ويودعها ومنظرها لا يودعه. ذلك أن حب الوطن في النفس غريزة، ومكانته عند الناس عزيزة. فالله الله في الأوطان، إن حب الوطن من الإيمان. وقد لمستم فيه من الخير أوفاه، ونلتم فيه من العيش أرغده وأهناه. فكونوا أوفياء لوطنكم، مؤدين لعملكم على أكمل وجه، مرتجين في ذلك من الله تعالى أجزل الجزاء وأوفر المثوبة والعطاء. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً لعمل صالح يرضى به عنا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.